حديقة منزله يقوم أحمد يومياً بتقطيع الحطب وتجهيزه لتدفئة منزله وعائلته، ففي هذه البلدة العكارية بأقصى شمال لبنان برد قارس لا يحتمل من دون نيران هذه الأغصان. يلجأ أحمد وأغلب أهالي المنطقة إلى التدفئة على الحطب، إما لسعره المنخفض أو لسهولة الحصول عليه مقارنة بالمازوت أو الكهرباء. بالنسبة للمنطقة، أنا المنطقة كتير باردة لأنه بيطلع هواء شرقي كتير بارد بيصير وبتطلج عنا كتير، مشان هيك نحن منبعد عن الصوب على المازوت ونركب حطب أحسن. أول شيء بيدفي أكتر، تاني شيء لقوة الهواء الصوبية المازوت كتير بتفقع فبتخرب الدنيا بالوسخ وهيك. وفي هذه الغرفة الصغيرة يحضر أحمد مؤونته من قطع الحطب لتكون جاهزة وكافية لفصل الشتاء الذي يتخطى 3 أشهر في هذه المنطقة. بالنسبة لأحمد، الاعتماد على الحطب للتدفئة غير مضر بالبيئة ولا بالصحة، ولا تقتصر مصادر الوقود البديل في الأرياف على حطب جذوع الأشجار، بل تقدم مصدراً آخر وهو الأغصان حديثة الولادة من خلال عمليات التنقية أو ما يعرف بالتشحيل. نحن عنا أراضي وفيها شجر بلوط وهيك وفي كينة، فمنشحلهم تشحيل لأنه نحن مستحيل نقطع الشجرة من تحت. الحطب ما لقينا فيه شيء بيعمل شيء سيء يعني، بالعكس. بس المازوت هو اللي يعني من الأسباب الرئيسية اللي بتعمل مثلا في ريحة وحشة وبتوسخ كتير وبتوسخ البيت، غير أنه ريحة بالنسبة للأولاد بتضايقهم. الدخان اللي بيطلع من المازوت بيطلع دخان أسود، وحتى مثلا الجيران بيتضايقوا من ريحته، بس بينما الحطب لا، أبدا أبدا. رغم ما يحمله دفء الحطب من طابع حميمي يعكس جوا عائليا بامتياز، إلا أن الشكوك حول أضراره كثيرة لا تمحوها صورة الحنين إلى الماضي أو مقارنتها بما هو أكثر ضررا. لبرنامج اليوم على الحرة، دعاء دندشي أسعد، عكار، شمال لبنان.